السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ام ضحى. اليوم عندي لكم انكيك ملح بصدر الدجاج والسبانخ. بالنسبه للمقادير عندي بصله كبيره مشحره بشويه الزيت والملحه، غنضيف عليها كربطه السبانخ مقطعه، فلفله كبيره مقطعه قطع صغيره، معلقه صغيره د التحميره، شويه د مروزيه، شويه د سكنجبير يا اما طري يا اما غبره. انا بالنسبه لي عندي غبره، لابادين، شويه د كوزه، جوج دروز ديال الثومه. هاد المقادير كلهم غنردو فوق النار حتى يطيبو. عندي هنا 4 البيضات كبار مضربين، غنضيف عليهم كاس شاي خليط زيت بلديه وزيت روميه. بعد ما ضربت البيض مع الزيت مع بعض خلطتهم مزيان، غنضيف عليهم كاس شاي دقيق ابيض وكاس شاي دقيق القمح وخميره حمراء وحده. هادو غنضيفهم مع الخليط ونخلطهم مزيان. بعد ما تحصلت على عجين غنضيف عليه شويه الملح على حسب الذوق. عندي صدر الدجاج طحنته مع ربطه د قزبور ومعدنوس، عندي 100 غرام فرماج محكوك، وعندي زيست دو سيترون. هاد العناصر كلهم غنضيفهم على العجين ونضربهم مزيان. عاد نضيف عليهم الخليط ديال السبانخ اللي طيبت، ضفت عليهم هذا شويه د زيتون اسود مقطع. خديت مول زينتو بالزيت ورشيتو بالسميده رقيقه وخوت فيه عجين دكيك، غندخلو الفران على درجه 180 حتى يطيب. الشكل النهائي للكيك هو هذا. بعد ما طاب زينتو بمايس من الوسط وزينتو بالخيار قطعتو على شكل طولي وعمرتو بالجزر. كنتمنى الفكره تعجبكم وبالصحه والراحه.